يقول: أرجو توضيح الأفضل في صفوف الصلاة في الحرم، وهل يستوي الصلاة في الصحن والصلاة في الطوابق العليا؟ نعم، ما كان داخل جدار الحرم من جميع الجوانب وكله الحمد لله كله صلاة في الحرم، ما كان داخل حايش المسجد الحرام من جميع الجوانب من صلى فيه صلى في المسجد الحرام، سواء في الأرض أو بالدور الثاني أو بالدور الثالث، وكل ما قربت من الكعبة فهو أفضل، كل ما قربت من الكعبة فهو أفضل. لكن من صلى في داخل حايش المسجد الحرام فقد صلى في المسجد الحرام في أي مكان، لكن لا بد أن الصفوف تعتدل، ولا بد أن الصفوف تتوالى، ما يكون بينها مسافات ولا تكون متقطعة، تكون صفوف معتدلة تامة، يكمل الأول فالأول إذا أمكن هذا. نعم.